بس خليني اوقف عند هاي قضية المستشارين. معقول انت عندك مستشارين يقولون ما تاخذ رايك لوحدك؟ ليش انا اخوف شنو؟ شوي عنودي صحيح، بس مو معناته ماكو استشاري، استشير والقرار النهائي الي. زين هسه تستفزني بها على مود اقول لك هي تخوف طبعا. اي هو لو شلون يعني مثلا؟ لا اكو مستشارين، بس مو معناته انه دائما يكون استشارتهم صحيحه او دائما يكون قراري صحيح، مره هم مره احنا مره كذا، ويطلع نتيجه ممحصه ان شاء الله وجيده لخدمه الشعب العراقي. جيد.